السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأحبتي في الله ومتابعي قناة إلكترو المصطفى. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد. موضوعنا اليوم يعني طريقة نزع قطع إلكترونية. أتمنى مشاركة الموضوع مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. هذه الحلقة أو هذا الفيديو طريقة نزع أيس ذو 8 أرجل مثل هذا وذو 16 أرجل، يعني الطريقة بدون إرشو. من ليس لديه إرشو سوف نقوم بنزعه بالكاوية فقط، بالكاوية فقط. لكي تعرف طريقة نزع هذا الأيس ذو 8 أرجل وهذا الأيس ذو 16 أرجل الخاص ب هذا الخاص بالفلاش، يعني RS 232، يعني طريقة سهلة، طريقة سهلة نزعو بالكاوية فقط وبسرعة. ما عليك إلا أن تقوم بتتبع الفيديو حتى الأخير لكي تعرف الطريقة، يعني سهلة جدا، يعني أقول سهل ولكن يجب أن تكون حذر لأن توجد يعني مقاومة ومكتفات أمام الأيس. هيا مكتف مقاومة فيوز، يعني مكتف آخر، مكتف مقاومة فيوز، يعني توجد أجزاء إلكترونية صغيرة قرب الأيس، وهنا أيضا توجد، يعني يجب أن تكون حذر. الطريقة سهلة، يعني نفس طريقة نزع الأيس الصغير يعني ذو 8 أرجل، هي طريقة التي سوف أقوم بها أيضا بنزع هذا الأيس الكبير. ما عليك إلا أن تقوم بتتبع الفيديو وأن تكون حاضر في هذه العملية لكي لا تقوم بإفساد مكان أرجل الأيس. سوف أقوم الآن بنزع الأيس ذو 8 أرجل، هو الأول ثم الثاني. نحتاج إلى الكاوية فقط واللحام. الطريقة يعني سهلة، سوف نضع اللحام على هذا الشكل. هذه الطريقة أقوم بها دائما. على هذا الشكل هو وأقوم بتسخين هذا كما قلت بحذر لأن توجد هناك مقاومة صغيرة ومكتف لكي لا تقوم ب هو تم نزع الفلاشة مكانها. هو هو الأيس تم نزعه يعني بسهولة. هو مكان يعني الأيس، هاي الأرجل وهي المقاومات والمكتفات والفيوز. الآن سوف أقوم بنزع الأيس ذو 16 أرجل، يعني تقريبا نفس الطريقة ولكن هذا صعب على الأول، يعني يجب أن تكون حاضر. تثبيت مكاني على هذا الشكل. الطريقة فيها خطورة نوعا ما ولكن دائما يجب الحذر لكي لا تقوم بإفساد مكان يعني مكان أرجل الأيس. على هذا الشكل هيا نقوم بالتسخين على هذا الشكل، نقوم بتحريك يعني الكوية على هذا الشكل.
نحتاج الى قليل من الليحمونة لانه قليل فيه جدا. احسن ان تقوم يعني ضع اللحم كثير ولكن بحذر الا تقوم بلمس المقاومات الصغيره والمكتفات. هاهو يعني الطريقه بالارشو سوف تكون سهله على الكاويه. يعني الان تم نزع أي ساوة دي 8 أرجل. وتم نزل أي سدو 8 أرجل. هذا كل شيء في هذا الموضوع. أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة ومشاركة الموضوع مع أصدقائكم لكي يصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.